انت يا اما عاوز البنت اللي انت خارج معاها الوقت دي، اللي انت قاعد معاها على شط البحر الوقت ده ايه، اللي انت راكب معاها العربية ده ايه، اللي انت بتشيت معاها ده ايه، اللي انت بتتكلم معاها بقالك ساعتين بالليل الوقت ده ايه. ممكن البنت ده ايه تكون انت عاوزها بجد، نفسك تخطبها بجد، نفسك تتجوزها بجد، وممكن تكون مش عاوزها. لو انت عاوزها انا اقول لك كلمة واحدة بس، اللي انت عايزه من ربنا في الحلال اوعى تاخده في الحرام، اللي انت نفسك تتهنى بيه في الحلال اوعى تستمتع بيه في الحرام، اوعى، لان لو ربنا سبحانه وتعالى عاقبك على الحرام، على استعجالك للرزق في الحرام، اصل هي لو رزقك هتاخدها هتاخدها، فانت استعجالك عليه بالحرام انت مش بتاخد حاجه من ربنا غصب عنه. اوعى تفتكر انها في ايد نفسها ولا في ايد ابويا، في ايد ربنا سبحانه وتعالى. عايز اطلبها صح، اطلبها من ربنا، اطلبها من ربنا. انا معيش امكانيات، احنا والله العظيم لو انت طلبتها من ربنا بتاعته، والله العظيم لو انت طلبتها من ربنا بحقها وخدت بالاسباب ونزلت واشتغلت والدنيا مقفله قدام الشباب كلهم، والله العظيم لو انت صادق ونفسك انك تتجوزها بجد وطلبتها صح ونزلت واشتغلت واتقيت ربنا وما عصيتش ربنا معاها وما عرضتش مشاعرك ومشاعرها لان هم يتحطموا، لان 99% في علاقات ما بتكملش، لو انت صادق ربنا هيجوزها لك الا لو